اللهم يا خفي الألطاف، قنا مما نخاف ومما لا نخاف. اللهم قدر لنا فإنا لا نحسن التقدير، وردنا بقضائك إنك على كل شيء قدير، والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، ولا تحرمنا قرب رحمتك بشقاء أحوالنا. اللهم إنا نلجأ إليك ببكاء كل طفل، وآهة كل عجوز، وأنين كل مريض، ودعوة كل صالح، وكرامة كل ولي، وشفاعة كل نبي، أن تصرف عنا السوء بما شئت وأن شئت يا أرحم الراحمين. هو إمام الدعاة وعمدة المفسرين، العالم الرباني والأديب اللغوي المرموق، رغم مرور حوالي 24 سنة على وفاته، إلا أننا وحين نستمع إلى خواطره الإيمانية حول تفسير آيات القرآن الكريم نشعر وكأننا نستمع إليها لأول مرة. هو فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي في مصر أرض المجددين. الشيخ محمد متولي الشعراوي، المحور لمشروع التجديد عند الشيخ محمد متولي الشعراوي كان في تقديمه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على الاهتمام بدقائق العلم والتبحر فيه، فأصبح عنوانا فريدا للاتصال الجماهيري ولتبسيط العلوم ولنشر الدعوة الإسلامية في أوساط المسلمين وغير المسلمين. رحم الله الإمام الجليل محمد متولي الشعراوي. فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم مولانا. اليوم هنتوقف عند محطة عزيزة وغالية في قلوب الجميع، جميع السادة المشاهدين وغير المشاهدين لينا الآن، وهي محطة إمام الدعاء، فضيلة الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه. أولا، انطباع حضرتك عن هذه الشخصية بادئ دي بدء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سيدنا الشيخ محمد متولي الشعراوي كان عالما أزهريا بمعنى الكلمة، يعني لما نقول عالم الواحد يتصور حاجة كده، صورة معينة للعالم، لما نقول أزهري برضو يتصور صورة للأزهري، ولما يكون ده في عصرنا برضو الواحد يتصور صورة فهو كان النموذج الأتم والأسوة الحسنة للعالم الأزهري رحمة الله. ولد الشيخ رحمه الله تعالى 1911. 1911 دي يعني مضى 11 سنة على بداية القرن الميلادي، والقرن الميلادي كان 1317، 1900 كانت 17، يبقى إذن هو مولود تقريبا سنة 28-29 هجري، 1329. الشيخ رحمه الله تعالى انتقل إلى رحمة الله تعالى 1998،
فلو حسبناها بالميلادي يطلع 87 سنة، لكن لو حسبناها بالهجري يتم بها 90. في هذا العمر الشيخ تعلم العلم وأتقنه على النظام القديم. النظام القديم كان يتميز بإيه؟ إنه بيدرس لك كل العلوم. النظام القديم يتميز بإيه؟ أنه العالم الأزهري يبقى لازم يكون حافظ القرآن، ما فيش حاجة اسمه عالم أزهري ومش حافظ القرآن، أزهري يبقى حافظ القرآن. النظام القديم يتميز بإيه؟ من حفظ المتون حاز الفنون. النظام القديم يتميز بإيه؟ اللغة والفكر وجهان لعملة واحدة. أدي ده معناته أنه هو درس على النظام القديم. 1911 لما يتخرج وهو عنده 25 سنة مثلا، يبقى 36 37، يبقى إذن هو شاهد القرن وما فيه من أحداث، ووصل به الأمر إلى أنه أصبح مديرا لمكتب شيخ الأزهر الإمام الأكبر حسن مأمون، وأصبح رئيساً لبعثة الأزهر إلى الجزائر. في هذا الوقت كانت الجزائر تحتاج إلى تغيير الاعتماد على الفرنسية، وتحتاج إلى إقرار وشيوع اللغة العربية. والشيخ متولي الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، كان رئيساً لتلك البعثة التي ذهبت لتؤدي هذا الواجب الأخوي العربي لشقيقتنا الجزائر. بعد الجزائر ذهب إلى السعودية أستاذا زائرا في جامعة الملك عبد العزيز، وهناك الحقيقة يعني قوبل بعدما عرف علمه الكبير، قوبل بحفاوة. أنا متذكر أن الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى خطب في منى، وهذا أمر يعني عسير، يوم عرف، لأنه يوم عرف مزبوط. فده أمر أنه واحد من خارج المملكة العربية السعودية يخطب، يبقى إذن ده بلغ إيه إلى الغاية، مكانة هناك كبيرة، والمكانة والمقام وكل المعاني دي، ثم صار أستاذا بها. دراسته يعني ايه هو مشروعه التجديدي؟ مشروعه التجديدي مبني على ما يسمى بالاتصال الجماهيري، وان الدعوة سابقة، شوف الكلام الدقيق، الدعوة سابقة على العلم. ادي مشروعه التجديدي. اللفتة دي تملي واحنا بنحاول نجدد، يعني كأننا أسرى في صندوق العلم، يعني أنا عايز أطور العلم، عايز أطور التعليم، عايز، وده مهم للغاية، عايز أعلم الناس المنهج، عايز أعلم الناس مش كده. إنما هو جاب لنا حاجة جديدة، وهي إن الدعوة أهم من العلم. أهم من العلم يبقى معناها إن مساحة وقتي وجهدي وذهني وشغلي في الدعوة يجب أن تكون أكثر من العلم وتحصيله في الوقت، في المجهود، في الكيفية، في الأداء. لكن بعد ما حصل من العلم الكثير، لا هو يعني لو إحنا كنا نقول والله يرحمه أنت لو عرقت هينزل علم، يعني لو عرق كده العرق ده يطلع، لما تجمعه يطلع علم. أيوة هو تعلم، ولكن هل يريد أن يقوم بعملية تعليم 10 مثلا تحت إيديه، ولا يتصل بالجماهير وينشئ بينها وبين القرآن علاقة لا تموت إلا بموتهم؟ يعني خلاص بقت في لحمهم ودمهم. صحيح. لا، التانية دي الاتصال الجماهيري المبني على الدعوة. ولذلك تجد أن الشيخ الشعراوي مع جلالة قدره وعلمه وأنه فياض، ما لهش كتب،
ما فيش كتاب ألفه كده في البلاغة علشان يدرس فيه، هو له محاضرات في البلاغة طبعا. وفي حاجة بقى العربية طبعا، في اللغة العربية، في المواعظ، في الأفكار والخواطر والفتوحات والكشوفات والأسرار والأنوار اللي كان ربنا فاتح عليه فيها. وبالرغم من كل ده إلا أنه ملوش كتاب. حتى مولانا أنه كان يسمي هذا العلم كله بأنه مجرد خواطر إيمانية وليس علم أو دروس علمية محددة. كان في الحتة دي يقول لك إيه، لو أن القرآن له تفسير، معناته إيه؟ تفسير واحد يعني مظبوط، لفسره رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان ساب لنا القرآن أهو وادي التفسير بتاعه. لكن لما كان القرآن حمال أوجه والقرآن صالح لكل زمان ومكان، إذن ففي لا تنتهي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد. يخلق يعني يبلى، لما تستعمل الملابس وتلبسها كتير ومتليها تتهري واخد بالك. القرآن ما مش كده، القرآن لا يبلى. ليه؟ لا تنتهي عجائبه. ومن هنا أتى بكلمة الخواطر وكلمة كذا. مشروعه التجديدي الذي أتى به فأثر في الناس وجعلهم أكثر ارتباطا بالقرآن وأكثر ارتباطا بالالتزام الأخلاقي وأكثر ارتباطا بالحلال والحرام. كثير 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 من العائلات ومن التجار ومن رجال الأعمال ومن بقى يخافوا ربنا. أستاذ فضلتك نخرج لفاصل سريع، وبعد الفاصل نستكمل هذه السيرة الطيبة في سيرة الإمام محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه. إن شاء الله أرجو حضرتك بعد الفاصل، أرجوكم خليكم معي. هي قرية مصرية أصيلة وبسيطة، ملامح أهلها تنطبع عليها علامات البساطة والرضا. الشيخ كان عطاؤه بيتزايد، كان بيحب البلد ويحب أهل البلد. كلمة تواضع دي يعني بتهيألي ما تكفيش. قرية دقدوس التابعة لمركز ميتغمر محافظة الدقهلية، أعزها الله بأن تكون هي الشاهدة على مولد الإمام محمد متولي الشعراوي. ورغم وداعه منذ أكثر من 23 عام لا زالت تحتفظ بأثره داخلها حتى الآن. فضريح الإمام الشعراوي بدقدوس هو رقعة طاهرة تنبعث منها روائح البركة والمسك، تقع في جوار المجمع الخدمي الذي أسسه الإمام لخدمة أهل قريته والقرى المجاورة لها. وعلى بعد خطوات من مقامه المبارك ومن داخل أحد الأزقة في هذه القرية تجد مسجد الأربعين الذي طوره وجدده الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي، هذا بالإضافة إلى معهده الأزهري الذي أسسه داخل القرية والذي يحتفظ باسمه حتى الآن كمؤسس لهذا المعهد الديني، ليقدم لمصر أعلاماً وعلماء على غرار قدوتهم ومثلهم الإمام محمد متولي الشعراوي. فضيلة العالم الجليل أستاذ الدكتور علي جمعة، برحب بحضرتك مرة أخرى. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مرحبا. نستكمل الرحلة مع أحد أعلام المجددين في تاريخ مصر وفي الفكر الإسلامي، في الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه. اسمح لي حضرتك يعني أتوقف عند فكرة التفسير أو الخواطر فيما تابعناه، وحتى من برامج حتى سابقة على الخواطر في نور على نور كان هناك ركيزة أساسية وهي اللغة العربية، كانت منطلق وعمود فقري أساسي في تفسير الشيخ الشعراوي. إلى أي مدى كانت اللغة العربية مهمة؟ إلى أي مدى كانت اللغة العربية هي مفتاح هذا التجديد وهذه الفلسفة التجديدية عند الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه؟ فضيلة الشيخ الشعراوي أدرك مبكرا إذا أن اللغة في أولا مفردتها، وثانيا في تراكيبها، وثالثا في العلوم الضابطة لها، النحو والصرف والبلاغة بعلومها الثلاثة،
أدرك أنها والفكر وجهان لعملة واحدة، فإذا أردت أن يستقيم الفكر يبقى لابد أن تتعلم اللغة. الشيخ الشعراوي أول ما بدأ تفسيره بدأه باللغة العربية و20% كده بالعامي علشان يطر الجو يعني. بعد كده ابتدت ال20% تزحف على الكلام الفصيح باللغة العربية وتدخل حتى صار بالعكس آخر حياته أصبح 70-80% باللغة العامية والباقي باللغة العربية. فلما رأى الأستاذ محمود شاكر هذا زعل، لأنه كان يرى نفسه برضو نصيرا للغة العربية ويعني بيحافظ عليها ويدعو الناس إليها والاهتمام بها. محمود شاكر رد على طه حسين في قضية في الشعر الجاهلي وكذا إلى آخره، وله جولات وصولات حول اللغة العربية بل ورواية أسانيد الشعر الجاهلي إلى آخره. فلما استمع للشيخ الشعراوي يعني ما اتبسطش علشان في عامية في بعض الأحاديث. فكان الدكتور محمود الطناحي من تلامذة الشيخ محمود شاكر رحم الله الجميع، قال له أنا شايفك منحرف شوية عن الشيخ محمد متولي الشعراوي. قال له ده بيتكلم عمي. فقال له طب بس ده بيحبب الناس في اللغة وبيديهم المعلومة اللغوية علشان يصححوا كلامهم باللغة اللي هم عارفينها. فاقتنع الشيخ محمود شاكر بهذا وأصبح من متابعي التفسير للشيخ الشعراوي. ما يفوتوش حلقة. كان الأول يجي يقفل التلفزيون خلاص، ما أناش عايز الراجل اللي بيتكلم بالعامي ده. لكن لما التفت للمعنى الآخر وهو أنك بذلك بتوصل اللغة العربية حبيبتك للناس وتخليهم فاهمينها وتخليهم يتكلمون بها وما هي الصعبة عليهم وتفك لهم المغلقات، إذن فده معنى جليل جدا خلى الشيخ محمود شاكر يتتبع الشعراوي ويوافقه على المدخل ده. فاللغة كانت أساس لمشروعه الدعوي لأنها والفكر المستقيم وجهان لعملة واحدة. الشيخ جاب الكلام ده منين؟ الكلام ده موصول مصر ولادة. الشيخ كان جاب الكلام ده من واحد شيخ زمان كان اسمه الشيخ علي الجربي، والشيخ علي الجربي ده كان يدي الدروس بتاعته في مسجد سيدنا الحسين، وبعدين يخرج وهو لابس العباية المفتوحة دي بتاعت زمان والقفطان والحزام وكده إلى آخره، وجيبه مليان بالحلويات ويروح ورا الأزهر في البطنية وفي حارة الأتراك وكده. فالأولاد على طول أول ما يشوفوه يتلموا حواليه لأنه هو عارفين أنه هو بيوزع حلويات، يوزع لهم حلويات ويقول لهم يلا نغني بقى، ويمشي ويقول حاضر ناضر يا إخواني، أما الغفلة ده شيء تاني. من حلاوة صوته وترديد الأطفال حواليه بهذا يضج الناس بالبكاء وتتحرك قلوبهم، ويصلي على النبي، صلوا على جمال النبي. فالناس وجود هذا الاتصال الجماهير المبني على الدعوة المبني على اللغة بيعد مشروع تجديدي من أحسن المشاريع. ولذلك نرى دولة الإمارات ومؤسسة زايد رأت أنه لابد من ترجمة خواطر الشعراوي اللي هي لأنه وصل فيها إلى يمكن الجزء
27 حاجة زي كده و 28 ما كانش واجه و 30 موجود. وقام بالتحرير فضيلة الشيخ سامي ابنه وهو عالم أزهري كبير وكان أمين مجمع البحوث الإسلامية، ترجموا هذا وجعلوني في مشرفا على أو في لجنة الإشراف على هذه الترجمة. وفعلا ترجم إلى اللغة الإنجليزية بعد ما استكمل فضيلة الشيخ سامي الأجزاء البسيطة أو الحاجات البسيطة التي لم يتكلم فيها سيدنا الشيخ محمد متولي الشعراء. إيه ده؟ ده استشعار بأن هذا خطاب يصلح لخطاب العالمين. أيوة، مشروع. 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 صحيح. ومشروع تجديدي. صحيح. وأصله الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. رحمة الله عليه فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي. فالدكتور أنا شاكر جدا لفضلتك يعني على هذا الإبحار في سيرة مولانا الإمام الشعراوي. شكرا لك. شكرا جزيلا لفضلتك. شكرا موصول لحضراتكم. إلى اللقاء. من السلوكيات الخاطئة مشاهدة الفيديوهات والصور المثيرة ومتابعة تلك الفيديوهات المنتشرة مع الصور المثيرة على المواقع المختلفة من الانستغرام والفيسبوك، هي في الحقيقة نوع من أنواع الدخول في ثقافة ليست من الدين في شيء. هذه المناظر الخليعة والفاجرة كلما نظر إليها الإنسان كلما حدثت ظلمة في قلبه. احذر هذا السلوك لوجه الله. يا رب، لقد حرمت التحرش وأمرت بالعفاف وبالاستقامة إليك، وكل ذلك لك. يا رب اجعلنا في طاعتك وابعد عنا وسواس الشيطان. فاللهم يا ربنا اشفي كل من ابتلي بهذا الذنب وبتلك المصيبة من العدوان والطغيان والاغتصاب والتحرش وسوء الأدب. اللهم آمين.